ازيكم يا اصحابي، انا اسمي سيمبا. النهاردة هعلمكم ازاي نطلب من حد يجيب لنا حاجة، بس مش بالعربي، هنتعلم ازاي نطلب بالانجليزي، وهتبقوا شاطرين قوي قوي يا اصحابي. بس قولوا زي اللي انا هقوله، يلا بينا على المطبخ علشان اطلب من ماما تجيب لي شوية مية اشربهم. يلا بينا. يلا يا اصحابي شوفوني انا هقول ايه دلوقتي. يا ماما يا ماما، can I have some water please؟ انا قلتها بالراحة يا اصحابي، قولوا بقى ورايا هشوفكم كده هتعرفوا تقولوا ولا لا. can I have some water please؟ شوفوا بقى ماما وهي بتدهالي هتقول لي ايه. here you are. ماما بتقول لي here you are يعني اتفضل. شوفوا بقى انا هقول لها ايه. thank you. وبكده يا اصحابي الحلوين عرفنا مع بعض ازاي نطلب من حد حاجة، بنقول له كده can I have، وبعدين الحاجة اللي احنا عاوزينها، لو عاوز شوية مية can I have some water، بعدين بحط please يعني لو سمحت. كمان لو انا عاوز ساندويتش ممكن اقول can I have a sandwich please، ولما اجي ادي لحد حاجة اقول له here you are يعني اتفضل، ولما اخد الحاجة بقول thank you يعني شكرا. اقعدوا بقى يا اصحابي عيدوا في الحاجات دي واسمعوها كتير لحد ما تحفظوها. مع السلامة.